نرجع بقى لمنتخبنا وللمغرب، يلا بينا. وقال لك ان هم لحد دلوقتي المغاربه مش راضي عن اداء منتخب المغرب. طيب ايه اللي فرق ما بين منتخب المغرب في نسخته الحاليه ونسخه 2017؟ لا، الجيل شبه مختلف كتير جدا. اغلب اللعيبه اللي كانت موجوده في 2017 دلوقتي مش موجوده. في لعيبه كمان مستبعده في النسخه دي، كاليوزيتش مدرب صارم جدا. حكيم زياش لما كان عايز يتعامل معامله خاصه، كاليوزيتش قال له لا انت ما تجيش خالص. ما اوكي انت نجم الفريق وكل حاجه، بس لا انت مش معايا في البطوله. واستعان مثلا بلاعب اللي هو املاح، مقدم مستوى عظيم جدا في ناحيه اليمين مع منتخب المغرب. يوسف النصيري ما كانش برضو موجود قبل كده في نسخة 2017. يوسف النصيري دلوقتي بينافس على هداف الدوري الأسباني مع كريم بنزيما، مهاجم قوي جدا. عنده مشكلة ثقة في الفترة الأخيرة، لكن هو من نوعية المهاجمين السهل جدا ان هو يخطف كورة من ربع فرصة. مهاجم بالفطرة. عنده أشرف حكيمي دلوقتي في التوب فورم بتاعه. أشرف حكيمي من 4 سنين، حتى وإن كان أياميها مثلا بيلعب في ريال مدريد وبيخرج إعارات وكده، ودلوقتي هو مع باريس، لكن هو دلوقتي مع باريس لا، أشرف حكيمي مختلف تماما. نقطة قوة احنا منتخب المغرب ناحية اليمين صعب جدا. يعني في 5 لعيبة بس يعني اللي كانوا متواجدين مع منتخب المغرب، صحيح، يعني هم بس تقريبا اللي موجودين دلوقتي، صحيح، صح؟ نفس العدد عندنا برضو. احنا برضو تقريبا احنا مش اكتر من 6 أو 7 لعيبة اللي كانوا موجودين في نسخة 2017 هم موجودين دلوقتي. دلوقتي اغلب اللعيبة برضو لعيبة جديدة، فهو الظرف متطابق. بس انا ما بحبش ابص للماتشات الاقصائيه دي والماتشات الصعبه بنقطه التاريخ خالص، او بنقطه مين كان موجود قبل كده ومين مش موجود قبل كده. انا يعني مثلا يعني كوديفوار او السنغال لما كانوا بيصعدوا كاس عالم على حسابنا احنا كنا بنتفاجئ. اياميها ما كانش فيه السوشيال ميديا ومش عارفين اللعيبه بتاعتهم دي وبتلعب فين والكلام ده كله. يعني لو حصل ده دلوقتي مش هنتفاجئ عشان احنا شايفين دوريات العالم كلها قدامنا. لكن قبل كده هي اللعيبه دي ازاي، يعني مع كامل الاحترام طبعا، ازاي اللعيبه دي كانت بتصعد علينا كاس عالم؟ ازاي كانت بتخرجنا وبتخرج المغرب وبتخرج الجزائر وبيصعدوا علينا؟ لكن لما كنا بنبص بعد كده بنلاقي ان في لعيب بيلعب في ليفربول، في لعيب بيلعب في ريال مدريد وهكذا. الفكره انا بالنسبه لي دلوقتي انا السكواد نفسه عامل ازاي؟ القوام، المدرب خليوزيتش مدرب صعب، صعب جدا. احنا هنشوف معركه ما بينه وما بين كيروش في الماتش اللي جاي. بجد؟ معركة. خليوزيتش مدرب ذكي جدا جدا جدا. يعني المعركة دي انت شايفها ازاي؟ هتبقى عاملة ازاي؟ انت خضتني على الفاضي. خضني. الخضة دي على فكرة شيء طبيعي وحاجة إيجابية جدا. أنا ما ينفعش إن أنا أدخل ماتش زي ده أنا خلاص دور الثمانية. أنا يعني في ناس تقول سكة منتخب مصر صعبة جدا. أوكي، أنت راجل رايح تنافس على بطولة. هل أنت هينفع أو من المنطقي مثلا إن أنت تروح تلاعب ملاوي في السيمي فاينال بتاع الدوري بتاع كأس أمم أفريقيا؟ مش هتلاقي. الدور الثمانية أقوى 8 منتخبات. ممكن تحصل مفاجأة، جامبيا تصعد دور الثمانية، ما عنديش مشكلة. كان ممكن ملاوي تصعد دور، غينيا الاستوائية صعد دور الثمانية. أوكي، دي تحت بند المفاجأة. لكن الطبيعي بالنسبة لي إن أنا داخل دور الثمانية ألعب المغرب، ألعب جزائر، ألعب تونس، ألعب كاميرون، ألعب كوديفوار، ألعب سنغال، ألعب نيجيريا، 7 منتخبات ومصر الثامن. الطبيعي إن الثمانية دول هم اللي موجودين في دور الثمانية. فلا، أنا سكتي مش صعبة. أنا ده الطبيعي. انا رايح انافس على كاس امم افريقيا، ده الطبيعي ان انا الاعب المنتخبات الكبيره كلها لو عايز اوصل. طب انت يعني مستقبلنا عامل ازاي في المباراه الجايه؟ انا متفائل. وبالمناسبه من قبل انت دلوقتي بتقول لي متفائل ومن دي خضتني. ما لا، ما انا اتخض واعمل حساب الخضه واشتغل عليها. انا مش رايح اتفسح، انا مش رايح نزهه ان انا اوصل للبطوله بسكه سالكه. لا، انا خسرت اول ماتش اتعاقب على خسارتي دي ان انا العب منتخبات قويه، ان انا افضل تحت ضغط لحد نهايه البطوله واكمل. ليه؟ لان انا معايا احسن لاعب في العالم.